اليومين اللي فاتوا بنشوف زي ما بنقول كده العجب شوية، أخطاء تحكيمية وقرارات غير مفهومة. خلينا نقول إن كل ده هنحلله ونفهمه أكتر مع ضيفنا العزيز الأستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي بأخبار اليوم. صباح الخير. أهلا بيك يا أستاذ. أهلا بحضرتك. أهلا نور الدنيا يا فندم. سعداء أنتم منورين على طول. ده نور حضرتك. الصبح بنبقى معاكم على طول. يسعدنا ويشرفنا متابعة حضرتك لينا. زي ما بتقول نهاوند فعلا هو من ناحية شفنا العجب فشفنا العجب. وطبعا العجب ده ليه أوجه متعددة هنتكلم مع حضرتك في تفاصيلها، بس شيء في الأول بالترتيب كده لو تسمح لنا مبدئيا كده قبل ما ندخل بقى على التحكيم واللي نتج عن التحكيم. هو الفار افاد ولا اضر بالكره سواء في مصر او على مستوى العالم؟ هو الفار المفروض ان هو عنصر مساعد بيخلي العمل افضل يعني، وبيجيب لك حقك وبيجيب للناس كلها. يعني المفروض انه الحكم من اول نظره زي ما كان بياخد زمان القرار لوحده من غير مراجعه من غير حاجه، لا ده النهارده الفار بيديله فرصه ان هو يعيد لقطات الخطيره في المباراه ويحاول ان هو يصلح خطأه، لكن ما ينفعش بقى ان هو يكون واخد قرار صح وبعدين الفار يخليه يحكم غلط. يعني الوضع الطبيعي ان هو بيساعد على التقويم، على تقييم العمل بشكل كويس واصلاح العمل ده. انما للاسف الشديد انه برضو احنا الناس مش فاهمه الحالات او ازاي يطبق هذه التقنيه بالشكل اللي يفيد لعبه كره القدم. أيوة يعني هو المفروض يقضي ده. حضرتك بتتفرج على السكرين شاشه الفار من اكتر من زاويه، يعني اللقطه بالزبط المشتبه فيها من كل الزوايا، فما فيش مساحه غير لو في اهواء بقى، ده موضوع تاني. بالظبط الاهواء بقى هي اللي ممكن تخليك عشان جاي تصلح بتخربها. ما هو للاسف الشديد ده اللي بيتم. فاحنا بنتكلم على الجزئيه دي، ان انت عندك فرصه ان اللعبه تشوفها مره اخرى فتتاكد من قرارك او تصلحه لو في خطا. للاسف الشديد انه الاهواء هي اللي ممكن تخلي الحكم يغلط بدل ما يصلح، وده اللي احنا بنشوفه. هو كده بيخاطر يعني بتاريخ، بيخاطر بشغله، بيخاطر بكاريير. يعني اعتقد الموضوع برضه يا استاذ نهاوند، هي المشكله انه عقوبات الحكام حتى غير معلنه. يعني ما فيش حكام بيعلن ان هو تعاقب لانه غلط، وبعدين غلطته غير قابله للتصليح اصلا. يعني ممكن جدا في فرق كبيره خرجت من كاس عالم، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، البرازيل، بأخطاء تحكيمية، ومع ذلك ما حدش قدر إن هو يعيد مباراة مثلا إلا في النادر. وفيه لو إحنا تابعنا الحكام الأفارقة مثلا اللي كانوا بيحكموا مباريات للنادي الأهلي، منهم حكم مباراة الأهلي والترجي اللي هي مايكل إنرامو، اللاعب اللي جاب الكرة بإيده هدف في النادي الأهلي. الحكم ده اكتشف فيما بعد سنوات ان هو مرتشي وتم شطبه من سجلات التحكيم. ما هي دي القضية، ان انا يعني زي ما بيقولوا كده بالبلدي يا فرحتي الحكم اتعاقب. طب انا اتعاقبت قبله، اللي حصل بقى بيكون حصل خلاص. بالظبط اللي حصل حصل، وبعدين انا بكون اتضريت فعلا، وبعد كده بقى لما تيجي تصلح تبقى كارثة بقى. يعني خلاص ما بيكونش فيه فرصة للموضوع ده يعني.